احدى المخالفات المروريه، واحنا ننتبه انه سائقي المركبات المفروض يحسبون حساب الشارع. يعني هسه اذا نفترض الاخ اللي امامنا مخالف، ليش؟ لان هو مسار مبين، يعني هو وين الشخص. السلام عليكم، شلونك هاني؟ ان شاء الله بخير. مخالف لو لا في وجهة نظرك؟ يعني نوعا ما. نوعا ما. نصيحتك الى نفسك والى سائقي المركبات، لان هذا ممكن يسبب عرض. رحم الله والديك. بس المشكلة انه انت غلقت مسار الاشخاص اللي وراك. الوراء يقدر يطلع منه، كان عنده مجال، بس الوراء الوقف وراي صح. اوكي زين، مو احنا عندنا مشكلة، الشخص مني خالف الوراء راح يزه بسرعة وراء. تمام صح. نصيحتك الى نفسك والى سائقي المركبات انه ما حد يوقف هذا السريع. رحم الله والديك، انا اتمنى لك كل الصحة والسلامة. توكل على الله.